عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم رجعت لكم سوما باش ندير لكم تيتوريال نتاع الشعر وتدوي لكم على واحد المشطة نتاع الشعر. دونك بزاف منكم طلبتوا نتوما فيديو على لابغوس فلونت روتاتيف، يعني ديك لابغوس فلونت اللي وريتها لكم فواحد الروتين من بعد هي المرة اللي راس نتاعها طيب، وان شاء الله هادشي غادي نديرو ان شاء الله مستقبلا على القناة. اليوم غادي ندوي لكم على هاد لابغوس هادي نتاع لا مارك ريمينتون اللي موجودة في تونس والمغرب والجزائر، وغادي ندير بها تيست قدامكم لاول مره انا تنفتحها واول مره انا تنتيستيها قدامكم. دونك بالنسبه لهاد لابغوس هادي اش اللي فيها زوين نورمالمون، اش اللي تيقولوا عليها زوين؟ تيقولوا عليها زوين بانها بغوس تفرح الشعر بحال اللي سوغ، ولكن هي تاخذ لك واحد الوقت اقل جدا، وزوينه بزاف الناس اللي عندهم شعر كتير 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 بزاف شعر كتير، وتاخذ لهم وقت اللي هو هائل جدا، خصوصا البنات اللي هما تيمشيو للمدرسه الصباح، او العيالات او المراوات او البنات اللي هما تيمشيو للخدمه الصباح وما عندهمش الوقت باش يبقاو باللي سوغ بزغبه بزغبه وطرف طرف. دونك هادي تتمشط شعرك وفي نفس الوقت تكليستي شعرك وتعطيك واحد الشعر اللي هو نورمالمون هادشي اللي كتبين عليها، تعطيك واحد الشعر بحال الا نتي مدوزه عليه لي بلاك. اش كتبين عليها؟ كتبين عليها بانها ما تحرق الشعر، كتبين عليها بانها بالسيراميك، كتبين عليها بانها الا خرجتي مثلا الزنقه الشعر نتاعك واخا كاينه بحدا البحر الشعر نتاعك ما غاديش يطلع لك. هادشي كلشي غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو، واش هادشي كاع اللي مكتوب هنايا فوق هاد الباكيه هادي واش حقيقي ولا لا. بالنسبه فيمكن لكم تلقاوها، غادي تلقاوها يمكن في كارفور، في اسيما، في مرجان، غادي تلقاوها في السيت نتاع ريمينتون، وغادي تلقاوها موجودة عند موديل الماكياج هير سرق اللي بوع عليها بيان سيغ تتشوفو بعدا انا شكلت عليها ولا لا، واش هي زوينة ولا لا. الى عجبتكم او الى شفتوا بانها غادي تليق لكم شعركم غادي تلقاوها عند موديل الماكياج، غادي تلقاوها سير شوفوا لي كارفور واسيما ومرجان ولوكلير هادوك تيبيعو فيهم هاد المشطات هاد المشاطي هادو. دابا غادي نبداو دابا على بركه الله. ولكن قبل ما نبداو بغيت نقول لكم الا تعجبكم هاد الفيديوهات هادو قولوا لي هادشي في التعليقات، عندي بزاف نتاع لي سوغ، عندي بزاف نتاع المشاطي، عندي دي لي سوغ اللي هما فريمون بروفيسيونيل. الا بغيتو هادشي ندير لكم كل مره بحال فيديو بحال هكا، يعني ندوي لكم على واحد البرودوي على واحد المنتج خاص للشعر، ندير لكم فيديو خاص للشعر. لحقاش بحال هاد الفيديوهات هادو تيديرهم بزاف نتاع اليوتيوبرز، ولكن انا ما عرفتش هادشي تعجبكم ولا ما تعجبكم. الا تعجبكم علاش لا نبدا ندير لكم على القناه. ما تنساوش اللي عجبكم هذا الفيديو هذا لي لايك نتاعكم تشجعوني وتفرحوني باش نبدا ندير لكم عاوتاني تيتوريال نتاع الشعر سوبون على القناه. تعليقاتكم صافي انا قلت ندوي هذا المره بالاشارات. تعليقاتكم مهمه 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 جدا، ليس فقط لسوما ولكن بزاف البنات اللي هما تيشوفوا تعليقاتكم. تعليقاتكم الا نتوما جربتوا هذا المشط هذه كما قلت لكم لحقاش موجوده في تونس المغرب والجزائر، لاقت لكم ولا ما لاقت لكمش كتبوا هذا الشيء في التعليقات باش البنات الاخرين يستافدوا. ولكن حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، الا كان عندكم شعركم نتوما واقف او شعركم حرش او شعركم اللي هو كثير بزاف وجربتوها وما لاقت لك وما لاقت لكشكم، حاولوا عافاكم تبريسيزي وتقولوا بان شعركم وقف ولا شعركم حرش او شعركم اللي هو كتيف جدا او 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 او, أو خسرات لكم ما عرفتش اش تي شيوخ بعض المرات تيخسروا بحال هاد لي زاباغي هادو. بالنسبه للبنات اللي هما تيسولوا ديما على الفيديوهات نتاع وصفات لتبييض الاسنان وصفات لتبييض الوجه، وصفات للعنايه بالشعر، ترطيب الشعر، تساقط الشعر، تطويل الشعر، او وصفات لنزع الشعر من الوجه، او وصفات للحبوب، هادشي كلشي روابط نتاعهم تحت في صندوق الوصف. بالنسبه عاوتاني للبنات اللي هما ما تتوصلش بالفيديوهات نتاعي خاصكم تركوا على الجرس الموجود امام خانه او القاعه نتاع الاشتراك اللي كاين هنايا 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 هنا في التحت بالاحمر، وركوا على هذاك الجرس لكي يصلكم جديدي ان شاء الله في المستقبل. وما تنسوا متابعه سوما على الانستغرام والفيسبوك، لحقاش بعد مرات واخا تتوركوا على هذاك الجرس ما غاديش يوصلكم جديدي، كان واحد الخلل في اليوتيوب باقي دابا تيصيبوا فيه. دونك اقسم ما انا درت شي فيديو على اليوتيوب ديريكتومون تندير بوست في الفيسبوك وبوست في الانستغرام باش الناس نتاع الفيسبوك والناس نتاع الانستغرام يمشيو يشوفوا الفيديو اللي كاين في اليوتيوب. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، غادي نبداو دابا على بركه الله. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي يكون بحال الشكل نتاع الريفيو اللي شفتو عند بزاف نتاع اليوتيوبرز. هاد المشطه هادي مشطه نتاع لا مارك ريمينتون، لابغوس نتاعتها دايره بحال هكا. انا غادي نحل الباكيه اللي اول مره غادي نحلها معكم مباشره،
وهنا هي مكتوب جميع الوعود، يعني بانها تسرح الشعر بحال لي بلاك، بان الشعر نتاعك تيطلع واخا الا كنتي ساكنه حدا البحر، بانها مصنوعه من السيراميك، يعني السيراميك واحد الحاجه اللي ما تخليش الشعر نتاعكم يتحرق. وانا دابا فتحت اللومبلاج وخرجت المشطه على هذا الشكل هذا، كما تشوفوا معايا الراس نتاعها عريض، وهذا الشيء زوين خصوصا البنات اللي عندهم شعرهم اللي هو كثيف جدا، دونك غادي يسهل عليهم بزاف نتاع الاشياء، وغادي يخليهم يربحوا واحد الوقت اللي هو كثير بزاف باش يصيبوا شعرهم. هنايا تنشوف بان كاينه غير واحد البطونه، بطونه وحده، يعني ما كاينش فيها لا زياده ولا نقصان، انا بعدا ما بان ليا والو. والراس نتاعها نيزوميت عليه باش تشوفوا مزيان، دونك من هاد البلاصه تبدا تخرج السخونيه، وفي نفس الوقت تسرحي شعرك. دونك البنات اللي هما تيسرحوا شعرهم بالسيشوار وبديك المشطه وتهلكوا يديهم، الا كانت هاد المشطه خدامه مزيان دونك فريمون غادي تكون مشطه اللي هي رائعه جدا ليهم. شعري داير الحركه، يلا غسلته كما تشوفوا معايا، صبغتو وقصيتو. مؤخرا غادي تلقاو جميع هاد الاشياء كيف صبغتو وكيف قصيتو في الفيديوهات الاخيره على القناه. درت ليه واحد الماسك كما شفتوا معايا، ماسك نتاع البنان ولافوكا، جاني شعري بحال الا شي شويه رطيطين، لحقاش درت ليه هذاك الماسك. نورمالمون ما تيكونش بحال هكا، غير المشطه هادي على ما اظن عندها شويه الزهر. دوك تمشط شعري بالمشطه نتاع الماكاداميا، هي احسن مشطه انا جربتها خصوصا للشعر اللي هو مبوكلي، لحقاش تمشط بها الشعر نتاع ميسا اللي هو تيكون شي شويه مبوكلي وتضرها بزاف، وهاد المشطه هادي ما تضرهاش. قبل ما نديرو اي حاجه، يعني اي حراره او اي اداه للحراره فوق شعرنا، خاصنا نديرو بروتيكتور دو شالور، كاينين بزاف راه غادي تلقاوهم في لي كونسيغ باس. وتنعاود عاوتاني نمشط شعري باش هذاك الماده نتاع البروتيكتور دو شالور تمشي ليا في شعري كله. دونك تنفرق شعري وتنبقى نبغوصي، يعني ما تنهز ما تنطلع، تنبقى غير نمشط نمشط نمشط، وانا يا تنمشط والسخونيه تتخرج ليا من المشطه كما تتشوفوا معايا دابا. يعني العمليه سهله جدا 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 جدا، درت انايا مش بمش غير باش نشوف واش الشيء تيسرح ليا مزيان، ولكن كما تشوفوا معايا لانه فريمون المشطه تسرح الشعر بكل سهوله، وممكن كاع ديك المش نغلها ممكن غادي تسرحها ليا واخا لا مش غليظه، لحقاش الراس كما شفتوا معايا نتاع المشطه الراس هو عريض بزاف. شفتوا معايا القنت الاول هو تسرح ليا، تسرح فريمون بالمعقول بحالي الا دوزت عليه لي سوق، نتوما كلشي تشوفوه قدامكم وبين عينيكم بحال فريمون الا دوزتو بلي سوق، انا غير مشطو بالمشطه والشعر كما تشوفوا معايا طيب. وي انا ما عرفتش واش هو زعما لي فين تاع الماسك اللي درت الاول هو اللي تيعطي هاد اللمعه هادي ولا المشطه، ولكن الشعر كما شفتوا معايا راه يلا صبغتو، دونك باقي في ديك اللمعه نتاع الصباغه. وتنمشي نقلب على العماش الثانيه او القنت الثاني، تنمشطو حتى هو بكل سهوله، ما تيقبط ليش واحد الوقت اللي هو كثير، يعني بالنسبه للبنات اللي ما تيخرج لهمش البروشينغ او البروشينغ تيجيهم واعر وما تيقدروش يشدوا السيشوار مع المشطه وفي نفس الوقت يديروا البروشينغ نتاعهم، دونك هاد المشطه هادي غادي تكون هائله جدا لهم. و تنبقى نشط بشوي 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 كما شفتوا معايا، حتى الا عندكم لي غاسيل من الفوق غتنجبدها من الفوق، دوك لي غاسيل تيكونوا عندي الفوق الا ما كانوش مجبدين تتجبدهم ليا، وتنعاود نمشط الشعر عاوتاني من الاول، يعني تنجبد كاع دوك لي ماش اللي انايا درت في الاول وتنعاودهم عاوتاني باش الشعر يجيني مسرح. وتنقطع عاوتاني القنت الاخر، تنبقى نسرح من الجذور ونجبد لتحت. دونك بالنسبه للجباد هاد المشطه هادي ما تتخلينيش نجبد الشعر، ماشي مثلا الا مشينا عند الكوافوره وتتجبد لينا مزيان الشعر نتاعنا، بعض المرات نحس انا بجلده نتاع شعري وتخرج ليا هاد المشطه هادي، ما تتجبديش كاع الشعر وفي نفس الوقت هي تتسرح لك الشعر، تبقي على هذا المنوال حتى تسرحي شعر تاعك كله. انا يا حيتي اول مره تنستعملها تنجبد شعري من لي غاسين
وهكاك تنسرحوا يعني بحال تيمش الشعر، ولكن نورمالمون راه ما خاصهاش دير بحال هكا، خاصها دير بحال هكا كما تشوفوا معايا. يعني نجيب المشطه من نجبدها من الداخل باش يكون عندي بحال شعر منفوخ، وفي نفس الوقت هذوك الاطراف ما يجونيش هكاك واقفين، يجوني شي شويه داخلين. انا طالخر تقرب نكمل النص الاولاني عاد وليت شي شويه تنفهم بان راه ما خاصش تمشطي بحال هكا، خاصك تمشطي من الداخل. وهذه هي النتيجه النهائيه او ما قبل النهائيه بخصوص النصف الاول. كما شفتوا معايا مسرح مزيان، غير هذوك لي غاسين كما شفتوا معايا هما خارجين، ولكن في الاخر غادي نفهم بانك راه خاصك تمشطي من الوسط وتخرجي من الخارج. غادي تشوفوا معايا النتيجه النهائيه. دابا انا غادي نمشي ندير القنط الاخر، وغادي نعاود نرجع معكم باش نقول لكم انا يا رايي الصريح على هاد المشطه هادي. حبيباتي كما شفتوا هذه هي النتيجه النهائيه نتاع لابغوس او نتاع هذه المشطه هذه نتاع لامارك ريمينتون. كما تشوفوا في دقائق اللي هما معدوده شعري سرحاتو ليا دغيا. بلا ما نكذبش عليكم، انا يقبل انايا ما ندير هذه المشطه هذه درت واحد الماسك، ما عرفتوش انا هذا الماسك هذا هو اللي ساعد بان شعري يتسرح ويجي تيضوي ويجي فريمون مسرح مزيان على هذه الطريقه هذه. درت واحد الماسك واحد الماسك مرطب بلافوكا وبالبنان وداك التخربيق اليوم اللي بيتو نتوما واحد الماسكات اللي هما مرطبين غادي قوم على القناه، ولكن ما عرفتش هو اللي ساعدني. ولكن لا اظن يعني المشطه الا كانت خيبه راه كانت خيبه، تتخلي لك الشعر نتاعك تاغن ما فيش لا لمعه، تتبقي ديما تتبقي تسرحي وتسرحي وتسرحي وتسرحي. دوك المشطه الا كانت بالنسبه لي الا كانت خيبه ما غاديش تخرج ليا انايا شعري، وخصوصا بانني مؤخرا كما عرفت يلا صبغت شعري، دونك شعري فريمون متضرر. وعلى هذا السبب هذا انايا درت هذاك الماسك هذاك اللي ما شفتيش نتوما. دونك بالنسبه لهاد المشطه هادي اش ممكن ليا انايا نقول عليها بكل صراحه، انايا حيت يلا تبرونشيتها شميت واحد شويه نتاع بحال الحريكه نتاع واحد مش غادي بحال الشواط بحال شي حاجه تتحرق، ما عرفتش هادشي عادي لحقاش لاول مره انايا كنشعلها ولا لا، ولكن غادي نحاول ان شاء الله نعاود زعما غادي نحاول نخدمها ان شاء الله في المستقبل. ومن هنا لتماك الا حاولت خدمتها زعما الا ما درتش هاد الفيديو هذا توت سويت وحاولت خدمتها راه غادي نكتب لكم واحد الغومارك زعما تقول لكم بان راه عاود خدمتها والريحه راه مشات، او نتوما خدمتوها وخرجت لكم هذيك الريحه هي في اللور قولوها لي في التعليقات باش حتى البنات الاخرين ما يتخلعوش زعما تتخرج الريحه لحقاش تقولوا كنت حرق لك شعرك ولا لا. يا الله الله اعلم. الحاجه عاوتاني الخيبه اللي انايا ما عجبتنيش في هذه المشطه هذه هي ما فيهاش هذاك ديك القضيه نتاع الزياده والنقصان فيها، غير هاد البطونه هذه تتوركي عليها وهي باش تمشط لك شعرك. هي حرقتني في الديا. دونك بالنسبه للبنات اللي هو شعرهم ضعيف جدا 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 يمكن لهم غادي تحرق لهم شعرهم بكل صراحه، دونك غادي نظن بان غادي تحرق لهم شعرهم لحقاش تتسخن. بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم كثيف هائله جدا، بالنسبه للبنات اللي عندهم شعر حرش هائله جدا، بالنسبه للبنات اللي عندهم شعرهم بحالي يعني ما كثيف ما حرش ما ضعيف ما قوي، دونك بين وبين دونك خاصهم يتكيسوا عليها لحقاش ما فيهاش هذيك القضيه نتاع باش نشوف انايا اعلى حراره هي 200 و 230 من 150 حتى 230، ولكن كيفاش انت غادي تقدري تحكمي فيها انايا ما شي نشوف
تفهمت لا راه يمكن لينا نتحكموا فيها. غادي نشوف هنايا دايرين 150 حتى ل 230، دونك في هذه البطونه هذه اللي كاينه هنايا نورمالمون هذه 150 تتهركي عليها تجي يمكن 180 وتتهركي عليها تزيد عطيني نقطه اخرى هي 230. دونك راه يمكن دابا شتي انا حيدتها تنورك ها هي هادي 180 هادي 230 تنبي نحيدها فهمتوا بحال هكا وما تيرجعوا. دونك يمكن لكم تحكموا فيها انا بصح واش ما يمكنليش نتحكم فيها دونك مزيان. فوالا النتيجه النهائيه هي مشطه اللي هي زوينه بزاف تنصحكم بها وخصوصا كما قلت لكم الا كان عندكم شعر كثير وكثيف غير كون زادوا لينا هذيك القضيه نتاع اوني اوف غادي تكون فريمون مشطه اللي هي رائعه جدا 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 لحقاش الا ما حيدتيش البريز ونسيتي راه غادي تبقى لكم مشعوله وخاطر على الوداد الصغيورين الا كانوا حداكم. بيض الكاميرا مشيت نقلب على اون اوف قلت نقول ما يمكنش تكون شي مشطه بحال هذه ما يكونش فيها فين تطفي وفين تشعل دونك هي ماشي شي مشطه اللي هي شينوا. دونك اش لقيت اوني اوف غتقول لي وعلى سلامتك. دونك هاد البطونه هادي هي اللي تطفي وهي اللي تشعل وهي اللي تزيد وهي تتنقص ها هي شعلتها هاني زيد مازال درت 180 هاني درت 230 دابا بغيت نطفيها الا بغيت نقصها تنزيد نقص عاتاني البطونه ها تنقصات دابا الا بغيت نطفيها تنوراك عليها هاني طفيتها. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم ونرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم اقتراحات لفيديوهات بغيتو تشوفوهم على القناه اقتراحات على شي بروس او شي منتج نتاع الشعر وبغيتوني انايا نجربو غادي نحاول ان شاء الله نجيبو ونجربو قدامكم كما جربت انا هذه المشطه هذه لايك نتاعكم تيفرحوني وتيشجعوني وتيخليوني مازال نزيد القدام ومازال تيخليوني ندير بحال هذه الفيديوهات هذو فيديوهات نتاع تيستي هذه او تيستي هذه مباشره قدامكم معكم. ما تنساو متابعتي على فيسبوك والانستغرام الروابط نتاعهم لتحت في صندوق الأرواس وركوا على ذاك الجرس الموجود امام خانه او قاعه نتاع الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. نتمنى لكم امسيه طيبه الى اللقاء.